صباح الخير، صباح المحبة، صباح الولاء، صباح الانتماء، صباح كل شيء رائع وجميل، صباح النزاهة، صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الخير لأحلى مستمعين من ذات الخير. اليوم موضوع حلقتنا عن الانتخابات، العرس الوطني الرائع الجميل القادم علينا إن شاء الله. هذا اليوم الرائع لازم نكون فيه نزيهين، قلوبنا نظيفة على بعضنا، وإن شاء الله يا ربي راح يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. الحلو والكنافة والمناسف اللي قبل الانتخابات هذه يعني ما بدناش نحكي إنها رشوة وما رشوة، لكن ما يصير، خلي الإنسان اللي وده ينتخب ينتخب من قلب صافي وينتخب الرجل المناسب. انا صراحه لو نعنع نازل على الانتخابات وما بشوفه مناسب ما راح اصوت له، مع انك عزيز على قلبي يا نعنع. تحياتنا لكم جميعا وين ما تكونوا تسمعونا، خلي قلوبكم بيضاء ورائعين وجميلين دائما وابدا. لا ننسى النزاهه والشفافيه والامن والامان في هذاك اليوم الرائع الجميل. عشان هيك يا صالح، ورغبة المواطنين بالدائرة، قررت إن شاء الله أرشح حالي، وأنا بصراحة اخترتك حتى تقدم لي المعونة والمشورة، لأنك على قد المسؤولية وبتفهم وذكي. بس أنا إلي شرط واحد يا سيدي، أشرط زي ما بدك، إنه لا نخدع ولا نكذب ونمشي حسب النظام. وهذا هو شرطي أنا برضو، ونجيب لصديق غميس وأحلى بدلة كمان. توكلنا على الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنسى سكن القاعدين ناشفه حبايبي، المناسف على الطريق. اسمع يا شكل، جماعتنا في المنطقة هون على البركة وعلى بابا، كلمة بتوديهم وكلمة بتجيبهم سعادتك. أنا إلي مصلحة في هذا الكرسي. يا سعادتك ما هو كرسي كروم، يعني بأي عرس بتلقاه، بس بدك تفت وتطعمي تتعمي. ابشر ابشر، بس بدي تزبط لي اياهم بمعرفتك. ايش بمعرفتك؟ الجميع يشتري ويبيع، زيك يشترى ويباع. كده الحب ضاع سعادتك، بس مع ذلك يا ريت والف مبروك عليك الكرسي يا سعاده النائب. اها، اديني صوره سيلفي يا عسل. شباب انتو بتعرفوني عز المعرفة، انا ما بعطي ثقتي الا لأهل الثقة. ابشر يا صالح واحنا معك. طيب وفكرك لمين نصوت؟ لأبو خالد طبعا، صادق الوعد ومثقف ومطلع وسمعته طيبة. طيب ومرشح العشيرة وين نروح به؟ انت حر، انا مع الكفاءة. سيبك من النحوي انت وياه، زلمتنا مرضى عنه ومعاه مصاري من هون للزرقة. بس يا خال ودنا زيتون وبدنا بطاقات للبطاط. زيتون وبطاقات ومخلل بالثلج كمان، اعطيها برلمان يمان. اسمع من وين لك هالتلفون؟ لا يا خال. علي الصوت بلكي طلع. مين هو؟ ابو طلعت. انت ما لقيتش ابو طلعت توقف معه بالانتخابات؟ وشو ماله ابو طلعت؟ رجل المرحله والناس بتحبه. ايه قصدك بتحب مصاري ومراوحه وصبات ومدريش ايش؟ هو الصبح ودفى بالليل يا غالي. انت بتعرفش ان الدولة عملت قانون تكافح فيه المال السياسي؟ المال السياسي قاسي، ويسعد هالمساء وانتو على راسي. انا المهم تخبرني شو اخبار الناخبين، شو اخبار الجمهور. حط ببطنك بطيخة صيفي. ايوه، نام نومة البيات الشتوي. ايوه، سيطرت لك على الموضوع الدائرة تبعتنا والدوائر الاخرى. ايوه، المجاورة كلها تسيطرت عليها. كيف؟ هسه بقول لك كيف. لميت البطاقات عشان نضيفهم لدائرتنا. ايوه، وهدول انا بدي افت البطاقات وبدك تفت الليرات يا ابو طلعت. أنا بفت البطاقات بدك تفت الليرات. هات لأشوف. شوف عد معي، هاي واحدة، هاي تنتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة، هاي سبعة، هاي ثمانية، هاي تسعة، هاي عشرة، هاي 11 بطاقة. قديش بدك؟ إحنا اشترينا الصوت ب 25 ليرة، هسا بدك تعطيني على هدول 120. تمام استبينا. ليش؟
شو اللي ليش يا ابو طلعت بتشكك بزمتي يا ابو طلعت؟ لا 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 ابدا 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 ابدا. هاي 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 مية هاتها يا ابو طلعت. الانتخابات فت مش هات يا ابو طلعت. وهي كمان واحدة جديدة بس خليها على الحساب اتذكرها. بس كيف الامور؟ طمني كيف الامور؟ الامور زي ما بدك وزيادة. كتفت لك اياهم تكتيفي انه انت ناجح ناجح زي ما انا شايفك. ناجح بس ما قلت ليش يا ابو طلعة؟ اه كيف الشرايط اللي معلق لك اياهم انا برا؟ اه مكتب ابو خالد. يا اهلا وسهلا فيك. الصحة كمان؟ طيب ولا يهمك، بدنا فزعتكم معانا بالانتخابات حبيبي. يلا السلام عليكم، احنا في المكتب اي وقت بتشرفونا. بوصل. الله معك. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. هلا ابو خالد. كيفك صالح حبيبي؟ ها بشر. طلبات الناخبين في الدائرة مرتكزة على الصحة. يا سيدي بالنسبة للتأمين الصحي الشامل أول أولوياتي تحت قبة البرلمان راح تكون التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بإذن الله. بإذن الله. وبالنسبة للبنت اللي حكيت لي عنها السماعات والله إن شاء الله أنا في مسعى جاد من خلال الجمعيات الخيرية إن شاء الله وأغلبها تعاونت معي. تقريبا بتقدر تقول إنه 70% من المبلغ تأمن. الحمد لله يا ابو خالد. اي خدمه شباب؟ بدنا سلامتك يا ابو خالد. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. قبل ما انسى حارث البدله هيها معي بالسياره. الله يسعدك يا استاذ. والله ملي تكيف يا استاذ. وبالمناسبه صناعه محليه. الله يسعدك ولكم كل واحد قنينه عطور فاخر. تسلم يا ابو خالد. تسلم. يلا يعطيك العافيه. الله معك. تعال معنا السياره. طريقه خضراء يا ابو خالد. ان شاء الله ان شاء الله. طمني. اطمن سعادتك الدائرة كلها صارت بجيبتك الصغيرة. وإذا ودك اعتبرها صارت مثلثات سعادتك. وش هي؟ الدائرة. وطرود الخير كمان عملت عمائلها سعادتك. أنا أبو طلعت على سنه رمح انحبس. ما انت انحبست واللي كان يا ابو طلعه. وازيدك من الشعر بيت كمان. زيد اطربني. الله لا يوفقك. الله يغضب عليك يا شكل يا ابن مشكل. مش ابو خالد نجح بالانتخابات يا كبير؟ اخرى